بيتكوفيتش يكسب الرهان أمام المشككين ويرد بالأرقام والنتائج لينجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج مميزة خلال التربص الأخير. الناخب الوطني تمكن من الخروج بالعلامة الكاملة، وهو ما يعكس العمل الجاد والانضباط التكتيكي الذي غرسه في اللاعبين. واللافت للنظر أن الفريق لم يتلقى أي هدف خلال التربص الأخير، وهي نقطة تحسب للمنتخب والتي ساهمت في صعود الخضر للمركز 41 عالميا والسابع إفريقيا والرابع عربيا. الناخب الوطني ومن خلال هذه النتائج أكد أنه في الطريق الصحيح لإعادة المنتخب إلى السكة، خاصة بعد فترة التذبذب في الأداء والنتائج خلال سنة 2024. هذا التقدم يشير إلى أن الفريق بدأ يستعيد توازنه وثقته في نفسه تحت قيادة الناخب بيتكوفيتش، وهو الذي أكد على أهمية الاستمرارية في هذا النهج لتحقيق الأهداف الكبرى مثل التأهل للمنافسات القارية والعالمية وتحقيق ألقاب جديدة. الطريق أمام بيتكوفيتش ليس سهلا، لكنه بالتأكيد وضع الأسس الصحيحة لمواصلة النجاح، والتحديات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لإثبات جدارته في قيادة الكتيبة الوطنية. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.